دعما للزراعة وتكييف اللاجئين للعيش، أطلقت مؤسسة بارزاني الخيرية بالاشتراك مع منظمات أخرى مشروع البيوت البلاستيكية لزراعة الخضار في مخيم دوميس للاجئين بمحافظة دهوك. ويهدف المشروع إلى تشغيل اللاجئين في مجال الزراعة وتوفير فرص عمل لهم داخل المخيمات. تشرف مؤسسة بارزاني الخيرية على إدارة مخيم دوميز واحد للاجئين الكرد السوريين. من واجبات الأساسية للمؤسسة هي إيجاد فرص عمل للاجئين، وعلى هذا الأساس كانت لدينا الأفكار والخطط لإنشاء بيوت بلاستيكية بالتعاون مع منظمات أخرى من أجل أن تندرج بعض العوائل داخل المخيم للعمل فيها ودعم الزراعة الحضرية. نشكر كل المنظمات الداعمة لهذا المشروع والتي دأبت على تقديم الكثير من المستلزمات والمواد الضرورية لإدامة هذا المشروع. يعتمد العشرات من العوائل داخل هذا المخيم على الزراعة في البيوت البلاستيكية، ولا يخفون حجم التحديات التي واجهتهم في ظل الظروف، لكنهم استطاعوا التأقلم مع الواقع بعد أن قامت العديد من المنظمات بتنفيذ مشاريع تخص تحسين سبل العيش لهم. جماعة خبرونا أنه في دورة زراعة، عملنا دورة زراعة، بعد دورة زراعة سلمونا بيوت بلاستيكية واشتغلنا فيها، صارنا 4 سنين عم نشتغل بالبيوت بلاستيكية. السنة الأولانية منظمة فاو ومنظمة جايزة دعمونا، هنا عدد البيوت البلاستيكية عندنا 31 بيت مرحلة سووا، أول شيء سووا 10 بعدين 10 بعدين 11 وحدة، في منهم 2 في منهم 4 سنين. استفادة منها يعني هون فرص العمل ما في، قاعدين فمجبورين نشتغل شغلة يعني نساعد أولادنا. مشاريع الزراعة الحضرية عادة ما تستفيد من مهارات اللاجئين أنفسهم وخبراتهم العملية، إذ تضم الكثير من المخيمات على مهارات المتدربين من أعمال الزراعة والبستنة، وبهذه الطريقة تصبح الزراعة الحضرية سبيلا لإشراك قاطني المخيمات في تنفيذ الحلول، ما يعزز زيادة الاكتفاء الذاتي. لقناة زاجروز الفضائية بوار داخز دهور.